السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الأعزاء في كل مكان، أخوتي العرب، اليوم ندرس في هذا الدرس الضمائر، الضمائر في اللغة الإيطالية. قبل هذا أريد أن أتكلم قليلا عن الحروف، حروف العلة في اللغة الإيطالية. حروف العلة هي إي أو أ إي إي أو أو. في اللغة الإيطالية مهم جدا لفظ الحروف كما هي، لا تتغير أبدا. يعني لما بنشوف حرف الأ هو دائما يلقب أ، وليس كالإنجليزية حرف الأ دائما أ، وهكذا كل الحروف. إذا مهم جدا أن نلقب الحروف بشكل صحيح دائما. قلنا أننا سنتكلم عن الضمائر في اللغة الإيطالية. الضمائر في اللغة الإيطالية ضمائر منفصلة، طبعا اليوم نتكلم عن ضمائر منفصلة اللي هي بالعربي يعني ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، وضمائر الغائب. نبدأ مع ونقسم إلى ثلاث أقسام. أولا نكتب باللغة العربية المتكلم، المتكلم. المخاطب، الغائب. هذه هي ثلاث صيغ في اللغة العربية للضمائر المنفصلة. باللغة الإيطالية حسب القواعد لا يسمونها هكذا، المتكلم والمخاطب والغائب، ولكن يسمونها بريما، بريما. لاحظوا بريما، يا اي ا، بريما بيرسونا، بيرسونا، بريما بيرسونا تعني الشخص الأول، الشخص الأول. المخاطب بالإيطالي يقولون سيكوندا، سيكوندا بيرسونا، بيرسونا. بريما الأول، سيكوندا أو الأولى بالأحرى، لأن بيرسونا شخص باللغة الإيطالية هي مؤنث. إذا بريما بيرسونا الشخص الأول، الشخص الأول. سيكوندا بيرسونا الشخص الثاني، يعني ما تعادل المخاطب باللغة العربية. وثالثا تيرسا، تيرسا بيرسونا، بيرسونا الشخص الثالث. باللغة العربية نقول المتكلم، المخاطب، الغائب. باللغة الإيطالية بريما بيرسونا كل ما يتعلق بالمتكلم، سيكوندا بيرسونا كل ما يتعلق بالمخاطب، وتيرتا بيرسونا ما يتعلق بالغائب. نبدأ بالضمائر باللغة العربية. نحن نعرف الضمائر المنفصلة، وهي أولا المتكلم أنا، أنا، أنا،
أنا سواء كانت مذكر أم مؤنث نقول أنا باللغة العربية. باللغة الإيطالية أقول إيو 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 أنا إيو. نأتي للجمع نحن نحن ماذا نقول في اللغة الإيطالية؟ نقول نوي نوي. في اللغة العربية يوجد المفرد والجمع، لا يوجد المثنى في صيغة المتكلم. نحن إن كنا اثنان أم ثلاثة أم خمسة أم مئة نقول نحن. بالإيطالية نفس الشيء نقول نوي. نأتي إلى المخاطب، المخاطب باللغة العربية يوجد أنت أنت. للمذكر وأنت للمؤنث. في اللغة الإيطالية لا يوجد فرق بين المذكر والمؤنث في صيغة المخاطب. ماذا نقول؟ نقول تو. لاحظوا تي تا تي او تو تو سمير تو سميرة. بالعربية نقول أنت سمير أنت سميرة. بالإيطالية لا يوجد فرق، وهذا طبعا بسهل الموضوع علينا شوي. نأتي إلى صيغة المثنى، المثنى باللغة العربية نقول أنتما أنتما أنتما. وللجمع أنتم جمع مذكر وأنتمنا دمنا جمع مؤنث. في اللغة الإيطالية لا يوجد المثنى، يوجد فقط الجمع. كل هذه نقول voi voi أنتما أنتم أنتمنا. باللغة الإيطالية نقول voi voi سمير إيه ما تقابل و باللغة العربية إيه سميرة. أنتما voi سمير إيه سميرة. voglio dire أنتم voi Gianni e Marco e Giuseppe. أنتم voi سميرة ونادية ونور. المؤنث كل المثنى والجمع المذكر والجمع جمع المؤنث نقول في اللغة الإيطالية فقط voi. سهل جدا. نأتي إلى صيغة الغائب. نحن باللغة العربية نقول هو هو. باللغة الإيطالية نقول lui lui lui. لاحظوا دائما الحروف حروف العلة تلفظ كما هي. lui io noi tu voi. من المهم جدا أن نضبط الحروف بشكل صحيح. بعد هو نقول هي. باللغة الإيطالية نقول لي ل اي ل اي
ال او اي الى هو لوي هي لاي باللغه العربيه نقول هما للمذكر وهما للمؤنث المثنى ثم نقول هم للجمع المذكر وهن جمع المؤنث لصيغة الغائب باللغة الإيطالية نقول كل هذه الكلمات الضمائر تجتمع في كلمة loro l o r o loro كما ترون الضمائر في اللغة الإيطالية هي أقل بكثير من اللغة العربية إذن هي أسهل طبعا للحفظ يجب أن نتعلم نحفظ هذه الكلمات وبعد ذلك نحاول أن نستخدمها في جمل إذا نعيد مرة أخرى كل الضمائر إيو أنا نوي نحن أنت وأنت تو أنتما أنتم أنتن بوي الغائب هو لوي هي لي هما المذكر وهما المؤنث هم المذكر وهن المؤنث نقول لورو هذه هي الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية سهلة جدا نحفظها كلها عليه والمرة القادمة إن شاء الله نعمل بعض التطبيقات على هذه الضمائر نتعلم الأفعال المساعدة عشان لكي نستطيع أن نقول مثلا أنا عربي باللغة الإيطالية نقول إيو سونو سونو هو فعل الكينونة باللغة العربية لا يستخدم باللغة العربية ليس ضروري يعني زي ما أنا أقول مثلا أنا أكون موفق باللغة العربية نقول أنا موفق باللغة الإيطالية يجب أن نستخدم الفعل المساعد أنا إيو أكون سونو موفق إيو سونو موفق أو إيو سونو عربو سونو عربو إيو سونو عربو أرجو أن تكون يكون الدرس مفيد لكم جميعا وأن تكونوا قد استمتعتم في هذا الدرس وتابعوني إن شاء الله في الدرس القادم سنحاول أن ندرس بشكل معمق بشكل أكثر منفصل الضمائر أنا ونحن ونستخدمها في جمل مفيدة شكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي في كل الوطن العربي الحبيب شكرا